السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد بعض التقنيات الجديدة في برنامج الفوتوشوب وبعض الإضافات اللي نقدر نضيفها للبرنامج. طبعاً الإضافات دي هتسهل علينا الشغل، تدينا دقة أعلى وتدينا وقت أقل. طبعاً في بعض الأدوات هنتعرف عليها أو الخصائص بتاعة الأدوات، طبعاً أكيد كلكم عارفين الأدوات، إحنا هنتعرف على بعض خصائص الأدوات اللي ممكن تساعدنا في الشغل. وهنتعرف على البرنامجين اللي قدامكم دول، ايه هم بيقدروا يعملوا ايه. طبعا لو فضل شويه وقت ممكن نشوف بعض التقنيات اللي ممكن تستخدموها في شغلكم ويدوا تاثير جميل في الشغل، تعملوه في برنامج الفوتوشوب من غير فلاتر ولا اي حاجه. ولو قدرنا نتعرض ازاي نعمل اللي هو الكفر بتاع السي دي او ازاي، او فكره عمل اي منتج، يعني مفيش مشكله خالص. تعالوا الاول اول كلمه، يعني الناس اللي هي محبطه شفتها على الجروب، يعني محبطه ان هي بتتعلم برنامج الفوتوشوب، ده شعور طبيعي. اي حد يكون محبط هو بيتعلم برنامج، وخاصه برنامج زي الفوتوشوب لانه طبعا ملوش نهايه وابداعاته كتير. بالتالي لازم اقول لك حاجه او انصحك بحاجه، مجرد انك جالك احباط وعاوز يعني حاسس ان انت مش لسه ما وصلتش، ده دليل كويس انك اصلا بتدور على علم اكتر، لان مفيش حاجه اسمها واحد محترف او بروفيشنال في برنامج الفوتوشوب، لان كل واحد له شكل وله لون معين على البرنامج. هو واحد بيصمم على البرنامج ويب سايتات، وفي واحد تاني بيصمم رسم ارت بيرسن، يعني في واحد تاني بيصمم نظام تجاري، في واحد هاوي بيلعب ماسك البرنامج مثلا بيشوف اي صورة تطلع معاه، والاخر يقول لك طلعت قدام الصورة ديت كويسة هيت مسك حطها. طيب الفرق بين الهاوي والبروفيشنال اللي احنا بنتكلم عنه، البروفيشنال ده شخص خلاص خد البرنامج ده اكل عيشه، يعني شخص بيشتغل فعلا بالبرنامج ده، فبالتالي لازم يتعلم تقنيات ويتعلم حاجات بتناسب السوق اللي هو بيشتغل فيه عشان يقدر يكمل فيه. طب الهاوي، الهاوي ده شخص بيشتغل حسب مزاجه، يعني ممكن تلاقي ان الهاوي اقوى من المحترف، بس المحترف عارف مجال شغله، يعني عارف يوجه البرنامج لمجال شغله اللي بيكسب منه عيش. اما الهاوي ده بيجي من كل جزء شكل او لون. طيب يبقى بالتالي مفيش احباط، لان كل يوم لازم تتعلم تقنيه جديده. مش معنى ان انا فتحت فيديو على اليوتيوب بصيت لقيته بيعمل شويه حركات كتير كده ويجيب لي سهم من هنا ويجيب لي لير من هنا ويدمج الاثنين مع بعض مش عارف احطهم لفين وعمل حالات كتير كتير كده ما فهمتش. ده طبيعي انك ما تفهمش، اسف يعني على اللفظ، انك ما تفهمش يعني انت، لا انا قصدي ان حاجات جديده عليك لازم ما تعرفهاش. وبعدين في اكتر من تقنيه، طبعا عندك الاجانب بيحبوا يرتبوا شغلهم كويس في الشغل، حتى تلاقيه مثلا لو عنده لير فيه صوره اصليه بياخد منها كوبي بعد كده يبدا يشتغل عليها ويحطهم في فولدر او جروب، وبعد كده يبدا يظبط شغله، لان الشغل لو هو خلص الشغل وعاوز يرجع للشغل تاني ايه اللي بيحصل؟ بيكون مرتب شغله فيكون بالنسبه له اسف. طبعا بعض العرب عندنا يحط لير طبقه فوق طبقه ويبدا بعد يدور ايوه هي دي الطبقه، لا هي دي الطبقه، مش قادر يوصل لشغل. فبالتالي ده بيشتغل حسب شغل وده بيشتغل حسب شغل. تاني حاجه ممكن يعني انا حاجات شفتها يعني في التعليمات التعليم الاجنبي، ممكن مثلا ايه يشتغل لك على اللير ماسك، يعني يعتبر معظم شغله. طبعا عندك بالنسبه للعرب تلاقيه مثلا ماسك المساحه او ماسك الفرشه وبيمسح من الصوره، طب مش عجبني الشكل يبدا يجيب لك الصوره من الاول تاني ويشتغل، لا طب اللير ماسك بيبدا ان هو حافظ لي الصوره زي ما هي، اقدر امسح او ارجع تاني الحاجات اللي انا مسحتها واظبط الشكل زي ما انا عاوز. ده معلومه ونصيحه مني يعني كاخ شغال على البرنامج، لازم تجتهد اكتر. وبعدين طبيعي ان هتلاقي مخك بدا يشيط وبدا يدخن،
والحراره تزيد فيه، لان معلومات جديده بتخش، وانت طبعا المعلومات دي عايزه تاخد مكانها في المخ وتبدا تعمل. تاني حاجه التكرار يا جماعه، لازم يكون عندك تكرار في البرنامج، يعني ما تتعلمش النهارده التقنيه دي وتنساها، لا لازم تتعلم تقنيات وتكرر التقنيات وانت تحدث في التقنيات، وبعدين تميل للواقعيه في الشغل وتبص بنظره المصمم. لما تزيد عندك التقنيات ويزيد عندك الخبره في البرنامج، هتبدا انت تتخيل المشروع اللي انت عايز تعمله. دلوقتي طبعا مش هتقدر تتخيل المشروع اللي انت عايز تعمله، لانك لو مثلا عاوز ترسم في المشروع دايره وانت ما تعرفش البرنامج بيرسم الدايره منين، فبالتالي هتقف. اما طول ما انت بتاخد تقنيات جديده، هتقدر انك ترسم المشروع اللي انت عاوزه في دماغك وتقدر تنفذه على البرنامج، وبعد كده تكتشف اصلا ان انت عملت حاجه احسن ما كانت موجوده في دماغك، لان خلاص بدأ اكنك بتحط الطوبه الاولانيه، يبدأ هو المشروع يبني نفسه بنفسه ويظهر في الاخر بشكل احسن وشكل اشيك. تاني حاجه زي ما قلنا قبل كده، انك ترتب الاختيارات بتاعتك عشان ما تيجي ترجع او تيجي تدور توفر وقت. انا اسف انا اتكلمت كتير في الموضوع ده، بس ده يعني نصيحه عشان الناس، اللي انا شفت ناس محبطه في الحاجات دي. تاني قبل ما اني بس لموضوعنا، انا اسف، ما ينفعش اشتغل على برنامج فوتوشوب واسكت، لا انا لازم برنامج فوتوشوب ده اساسي، يعني دي حاجه اساسيه. طيب لازم ادعمه ببرامج زي برامج الفيكتور، الستريتور مثلا. طبعا مش لازم تبقى بروفيشنال في الستريتور، والستريتور ما فيهوش حاجه اصلا، يعني هو بيعتمد على الرسم بس، لازم يعني تبقى انت عندك خلفيه في برنامج الستريتور. يعني تحاول توسع نفسك في البرنامج، وتدي له عناصر خارجيه من بره اكتر. كل ما تعرف اكتر ويبقى عندك درايه ببرامج اكتر تبقى كويس. مش معنى مثلا واحد يقول لك انا فلان وفلاني بشتغل على مجموعه ادوبي، برنامج فوتوشوب، برنامج مش عارف الستريتور، برنامج مش عارف انديزاين، برنامج كذا كذا كذا، مش معنى ان هو رص لك كل البرامج ده ان هو يعني خبير في كل البرامج دي. لا، كل زي ما قلنا قبل كده، كل شغل وله لون، وكل شغل وفيه الناس المتخصصه فيه. التخصص المفروض يكون حاجه اساسيه في العرب. طبعا ده سبب ان احنا مش متقدمين وعدم تخصص، كل واحد بيشتغل في كل حاجه، محدش متخصص في حاجه. فالتخصص هو اللي بيخليه، بس مش معنى انك مش متخصص ان انت بتقول خلاص اتخصص بقى بالفلوس، لا، تبقى على درايه بالبرامج التانيه. بس مش معنى ذلك ان انت بقى طول ما خلاص اشتغلهم كلهم، لا، تبقى انت متخصص بس على علم، عندك درايه تشوف اي جديد او اي حاجه جديده وتبدا تشتغل. انا اسف انا طولت عليكم، هنخش في الحلقه بتاعتي. طبعا اي مشكله بتواجه اي واحد فينا من اول ما نزل الاصدارات الجديده اللي هي فوتوشوب سي اس 3 اللي هو 10 يعني، لحد الاصدار الاخير اللي هو 13 6، ان ما بتفتحش الصور او الملفات اللي هي مثلا بتاعت البي سي دي بتاعت الفوتوشوب او بتاعت الاستريتور او الحاجات اللي هي المتعلقه بالفوتوشوب، تظهر زي صور عاديه. يعني ممكن واحد عنده مجموعه من ملفات البي سي دي تلاقيها عامله شكلها عامله زي ملف البي سي دي بتاع البرنامج الفوتوشوب، وبالتالي مش قادر يشوف اللي جواها، فبيضطر ان هو ياخد الملف يحطه على البرنامج ويشوف ايه اللي موجود جواه. البرنامج الاول اللي هو قدامنا ده، البرنامج ده اسمه بي سي دي كود فيرجن 1.6.1.0، يعني سيبكم من حكايه الفيرجن ده. المهم انا هحطه لكم تحت الفيديو، احاول احمله على ميديا فاير تحت الفيديو. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيظهر لي الحاجات كده، لو انا جيت عندي على عن الحاجات اللي موجوده عندي، بيظهر لي الحاجات اللي هي متعلقه بس مثلا ملف اف اي. الطبيعي ان هو الستيتور، يعني الطبيعي ان هو بيظهر كده على السفن. لو احنا عملنا له مثلا كده، ايه اللي هيظهر لي جوه اللي جوه الملف؟ خلاص يبقى انا عرفت ان اللي جوه الملف ده انا محتاجه او مش محتاجه. عندك برضو حاجات تانية هنا، لو الفوتوشوب مثلا هو بيظهر، طب يظهر كده؟ لا، هو بعد البرنامج بسطبه بيظهر بالطريقه ديت، واقدر ان انا اكبر الصوره واشوف طبعا ده بيوفر عليا وقت، طبعا محطوط عليه علامه البي اس دي، يعني ملف البي اس دي. ده بيوفر عليا وقت كتير جدا ان انا اختار الشكل او البروجيكت اللي انا هشتغل عليه. ملاحظين طبعا علامه بي اس دي على كل
كل مشروع او كل صوره موجوده عندي. وطبعا برضو الاستريتور، الناس بتستخدم الاستريتور، الكلام ده موجود معهم. بعض الملفات الاخرى هتكتشفها انت بنفسك. ده بالنسبه للبرنامج ده. طبعا هحط معاه السيريال نمبر بتاعه، هو ان شاء الله شغال وهيوفر عليك. الناس اللي عندها البرنامج خلاص، الناس اللي مش عندها البرنامج هي اضافه جديده، هتوفر عليك وقت وهتوفر عليك مجهود. ده بالنسبه للبرنامج الاول. طيب البرنامج الثاني اسمه جايد. جايد البرنامج ده يا جماعه، اسف، البرنامج ده برنامج انا اكتشفته بالصدفه وانا ببص في بعض البرامج التعليميه على اليوتيوب، بس ممتاز. طبعا كلنا نعرف دلوقتي ان احنا لما بنيجي نشتغل او نعمل جايد، مثلا لو جبنا المسطره كنترول ار زي ما انتم عارفين طبعا، وجبنا جايد، هنلاقي ان الاضافه الجديده اللي هي المقاس اللي هو الاسود اللي ظهر قدامنا ده بيحدد لنا احنا بنعمل قد ايه. طبعا في حاجات اسمها سناب تو لاير، يعني يحصل جذب لللاير، ما بتقدرش تظبط الجايد بالظبط لان بيحصل عمليه جذب، وبتتحاول انك تضغط على كنترول. على فكره انا بشرح الحاجات دي طبعا بما انكم واخدينها في الدوره بتاعت الاستاذ محمد عمر، انا ما بركزش الا على الحاجات اللي انا عاوز اضيفها بس. بالنسبه نرجع تاني لموضوعنا، بالنسبه للجايد زي ما احنا قلنا. طب احنا دلوقتي واحد بيقول لك انا عاوز اشتغل على الـ على الـ على البروجكت اللي قدامي ده او المشروع اللي قدامي ده، وعاوز اسيب مثلا 3 مللي من هنا و3 مللي من هنا و3 مللي من هنا و3 مللي من هنا. هتقعد بقى تجيب الجايد وتشوف انت نقصت قد ايه، لا سنه شويه، لا الكلام ده كله ممكن تعمله بضغط زرار. فالاضافه اللي اسمها جايد، جايد دي بنجيبها من هنا. طبعا انا حطها برده تحت الفيديو، بنسطبها عادي، بس لاحظ ان الاضافه دي بتنزل في فوتوشوب او على عندك المجموعه سي اس اكس، ولو انت عندك مسطب 5 مسطب 6، لاحظ انك تيجي هنا والبروجرام هتلاقي حاجه اسمها ايه، المجموعه اهي، هتلاقي حاجه اسمها ادوبي اكستنشن مانجر سي اس اكس، تضغط عليها تفتحها وتشد او تسحب البرنامج تحطه فيها. ده في حاله ان كان عندك 5 مش عندك 6. الواحد هيقول لي مش مانع، لانك لما تيجي تفتح بتنزل برنامج الفوتوشوب او اي برامج من مجموعه ادوبي لازم يحط لك ادوبي اكستنشن مانجر ده، فبالتالي وهيفتح الاصدار الاقدم اللي هو 5، فبالتالي هيقول لك في ايرور، في خطا، البرنامج اللي هو الجايد لايت مش هيقدر يشتغل. طيب الحل ان انا خلاص اسيبه ما فيش مشكله، بس راح افتح اللي هو ادوبي اكستنشن مانجر 6.6 واضغط عليه، وبالتالي او اشد او اسحب الجايد واحطه اللي هو البرنامج الجايد جايد ده، او احطه عليه كده يروح يبدا يسطب لي البرنامج. بعد كده في البرنامج الفوتوشوب افتحه تاني، اجيبه من مين؟ اجيبه من حاجه اسمها ويندوز اكستنشن، واقول له حاجه اسمها ايه؟ جايد جايد. لما بيفتح الجايد جايد بيجي لي بالشكل اللي قدامي ده، هو بيقول لي طبعا انت عاوز ابديت، عاوز اي حاجه، لو هو عايز ابديت اعمل ابديت. انا اسف انا بتكلم بسرعه بس عشان الوقت، مش عايز الفيديو يطول اكتر من اللازم، لان الحاجات ما بتطول عن نص ساعه وحاجات زي تكون حاجات رخمه اصلا. المهم ايه اللي قدامي دلوقتي؟ ايه اللي قدامي هنا؟ حاجه اسمها جايد جريد او الشبكه زي ما هو كاتب. قصده ايه هنا؟ قصده انا عندي ممكن اعمل جايد فوق، جايد تحت، طبعا ليفت باتون، الحاجات اللي انتوا عارفينها بالانجلش داي. طبعا هاجي هنا اقول له انا عاوزك تعمل في التوب 3 مللي، طبعا هو كتب سنتي 3 مللي يعني من السنتي يعني، بعد كده 3 3 3 تمام، واقول له هنا ايه الجي جي يعني جو، يعني هيبدا يعمل لي على طول كل الغيره. فممكن واحد يقول لي ماشي، يعني ما انا انزل برنامج واعمل اللي انت قلت لي عليه ده كله عشان ما انا اعمله طب خلاص مش هياخد مني سنتين. وجهه نظر. طب ايه اللي انا هستفاده من البرنامج اصلا؟ هستفاده من البرنامج لو انا جيت عملت هنا سيلكت، جيت هنا وعملت سيلكت للمستطيل ده تمام،
وقلت انا عاوز سيلكت للمستطيل ده، تاخد من المستطيل اللي قدامي ده اللي انا عامل عليه سيلكت، تاخد منه 3 مللي من كل كورنر او من كل ضلع موجود فيه. لو ضغطت جو خد من المستطيل اللي انا عامله 3 مللي من كل ضلع موجود فيه. يبقى بالتالي انت عشان تعمل كده مش هتقدر تجيبها بالظبط. طيب سيبك من ده كله، بنعمل علامه اللي هي الفينش اللي هي دايره في علامه جواها علامه اكس دي، ونمسح كل حاجه، نعمل دي سيلكت. طيب انا عاوز دلوقتي اقسم الصفحه نصين بالليارات، عشان انت تقعد تظبط بقى وتقول لي ان الصفحه قد ايه او تحسب الحسبه اللي انت عايز تحسبها. لا انا بمجرد الضغط كده، الضغط كده خلاص قسمت الصفحه نصين. طيب انا عاوز اضغط اقسم الجزء ده نصين، خدت بالك؟ طب انا عاوز اقسم الجزء ده نصين، انت مش مضطر ان انت تعمل حمايات حسابيه، هو الكمبيوتر جابها لك اوتوماتيك، خدت بالك؟ شوف انا قسمت كل جزء زي ما انا عاوز او زي ما انا محتاج خلاص، فبالتالي وفر عليا وقت، وفر عليا مجهود كتير. طيب اللي هي الاضافه الثانيه ديت، لو انت عاوز تعمل تسمي يعني تسمي يعني خدت الاسطمبه هتخليها موجوده عندك، بتسميها تضغط هنا وتسميها، طبعا تقول له مثلا اي حاجه اللي هي مثلا 3 مللي او اي حاجه زي ما انت هتسميها لو تعمل صح. ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيها موجوده هنا على طول، او بدل ما تروح تكتب كل مره خلاص انا الاسطمبه ظبطتها، مجرد ما اضغط عليها يبدا لي يعمل لي المشروع. طيب ازاي؟ واحد يقول لي ازاي؟ هقول له احنا خلاص صفحه بيضاء اهي، انا عاوز 3 سم من كل جنب، بعلم على دي واقول له جو خلاص جابها لي 3 مللي اسف من كل جنب دايركت على طول. يبقى انا وفر عليا وقت واداني دقه في العمل. طبعا الاضافه دي انا هحطها، اللي كان عارفها عارفها واللي كان ما يعرفهاش تعتبر معلومه جديده بالنسبه له، وتوفر عليه وقت في شغله وتديله دقه. طيب ده كان بالنسبه للاثنين اداه دول يعني. طيب انا يعني ممكن تكونوا انتوا عارفين الحاجات ديت، بس هديكم شويه معلومات بالنسبه للسليكشن. بالنسبه للسليكشن مثلا لو انا عايز اعمل سليكشن، عندي انواع سليكشن، لو قلنا مثلا المستطيل او قلنا الدايره، تمام؟ طبعا احنا هنتكلم في معظم الكلام عامي او عربي عادي عشان لو الناس اللي هي لسه مبتدئه تفهم الموضوع يعني. انا عندي المستطيل ده، هلاقي هنا الستايل بتاعه بيديني نورمال، يبقى انا اقدر اشد واسحب اصغر اجيبه كده. طبعا مع الكلام اللي انتوا عرفتوه في الدوره شيفت والت والحاجات اللي انتوا عارفينها ديت، واحرك بمسطره والحاجات دي. ده انا عاوز دلوقتي اعمل مستطيل او اعمل مربع محدد بمقاسات معينه، هلاقي عندي 3 انواع ماشي. النورمال ده العادي طبعا، ان انا اللي بجيب المقاس زي ما انا عاوز. الفليكس اللي هو الفيكسد ريتو اللي تحت ده بيعمل ايه؟ وبقول لي انت ظبط سنتي سنتي او بيكسل بيكسل من كل جنب، خدت بالك؟ يعني كل جنب هو يعني بيخلي لك الشكل اللي قدامك تسحب، يعني مثلا تسحب من الجنب ومن الطول زي بعض. طب هنوضح الفكره دي ازاي؟ لو انا جيت هنا على العرض وقلت له انا عاوز العرض بتاعك 20، وهسيب ان الهايت بتاعه 1، ايه اللي حصل؟ بدأ يثبت لي الارتفاع اللي هو الهايت 1 وخلاني العرض 20. فبالتالي لو انا عاوز اعمل مثلا العرض 20 في ارتفاع مثلا 1 سم او اي حاجه، ممكن اكتب بقى بالسنتي هنا مثلا، ممكن اكتب سي ام او بالبكسل بي اكس زي ما انت محتاج تكتب هنا تكتب هنا. ده بالنسبه للايه؟ للفيكسد ريتو. طيب الفيكس سايز، لو انا عايز اعمل فيكس ذا سايز، ده بقى بيديني دايره، بعمل اسطوانه مثلا، برسم اسطوانه، وعاوز الاسطوانه مثلا حسب ما انا استهبل مسطره بتكون 12 سنتي ب 12 سنتي. تمام، بس طبعا هنختار دايره
طبعا الكلام ده كله زي مستطيل دايره، احنا هنختار دايره مثلا ونقول له برضو هنعمل فيكس السايز بتاعك، ونقول له هنا نمسك نعلم على ده كله كده، ونقول له ده 12 سنتي. نيجي هنا في الهايت نعلم برضو على ده كله كده، ونقول له ده 12 سنتي، ونضغط هنا بدأ يديني الدايره قدامي 12 سنتي. طيب طبعا الدايره اللي قدامي دي معظم الناس ممكن تعملها لير بطريقتين، طبعا الكلام ده انتوا واخدينه بس بما ان طلبنا ليه، يعني اما واحد يعمل كنترول جي ياخد كوبي من اللير الاصلي الباك اندر جراوند اللي هو الابيض وبعد كده يغير اللون. في التاني طبعا اللي هي الناس الاسرع من كده بيروح جاي عامل لير وبعد كده يجي على ايديت ويقول له فيل ويختار الكلر واللون اللي هو محتاجه. خلاص كنترول دي وبالتالي هو خلاص خد اللون وخد الشكل اللي هو عاوزه من الاول، ولا خد كنترول جي ولا بدا ان هو يغير اللون تاني، لا كل عمل خطوه واحده وخلاص. طيب ده بالنسبه للدائره. بالنسبه للادوات اللي احنا قلناها نقدر طبعا الدائره نفس النظام يا جماعه، لو جينا هنا كله بيكسل ريتو برضه قلنا له هنا عاوزين شكل بيضاوي، الشكل البيضاوي مثلا لو قلنا له انا عاوز 20 الويتس في الهايت 10 الشكل البيضاوي، ادي الشكل البيضاوي قدامي اهو تمام، عمل لي شكل بيضاوي. طبعا ده مختلف عن الفيكس سايز، الفيكس سايز بيحدد لي السايز ما بيخليش السلكت يطلع بره الحجم او بره المقاس اللي انا مديهوله، اما ده بيعمل لي شكل بيضاوي وكبره زي ما انا عاوز. خدتوا بالكم؟ طيب وبنفس النظام بعمل لير جديد واقول له بتاع او اقول له ستروك من هنا تمام. طبعا هي مش نشطه لان ما فيش لير موجود عليه، لازم اعمل نيو لير واقول له هنا ايديت ستروك تمام، وابدا اقول له اوكي. ما اخترتش الكلر اسف، ستروك 1 بيكسل ده حاجه صغيره خالص، طبعا لو شلنا سيلكت هيظهر بس احنا نخليه مثلا 10 بيكسل. وطبعا اللون موجود عندك انسايد سنتر او سايد، يعني الخط يكون في الداخل في الخارج في السنتر. طبعا اكيد الحاجات دي خدتهم في الدوره، انا ما سمعتش الدوره كامله يعني. كنترول دي بعد كده عاد عندنا الاستروك حوالين الشكل البيضاوي تمام. ايه تاني اللي كان ممكن نقوله في بعض الادوات؟ البنتول، الاداه اللي هي اداه البنتول. الطبيعي ان انت تضغط نقطه تضغط الثانيه وتضغط الثالثه وتضغط الرابعه، لو حبيت تعمل كيرف تضغط وتسحب ده ماشي. في لو انت جيت هنا على الترس اللي موجود ده وعلمت هنا كده صح وبدات، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو ما سابش معاك الخط خلاص. يبقى انا دلوقتي ممكن اقفل ده اهو، اقفل ده خلاص وابدا. لو انا جيت رسمت هنا ايه اللي حصل؟ يبقى اضغط كده بص 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 معايا الخط على طول، مش بتساب، فبيديني شكل الكيرف لو انا هعمل كيرف او لو انا هعمل كده. بص طبعا ممكن يسهل عليا حاجات كتير في الرسم غير ان انا ارسم نقطه نقطه، دي حاجه برضو ممكن ان انت تحتاجها في الرسم بتاعك. بالنسبه للمسقط والحاجات دي احنا لو طبعا الحلقه عجبتكم او في بعض النقاط انتم مش فاهمينها في البرنامج وعاوزين تشرحوها تفاصيل اكتر وادق واحترافيه شويه، انا ما عنديش مانع. انا بديكم بعض الادوات اللي هي موجوده يعني تقدر انت تستخدمها. دي بالنسبه للبنتو. طبعا الحاجات دي الاستاذ محمد عمر شرحها يعني شرح جميل جدا. انا بديكم يعني بعض الحاجات اللي انا شفتها ومن وجهه نظري ممكن تستفادوا منها. طيب حته الاكشن، يعني انا عاوز اعمل اكشن. الاكشن ده يا جماعه ممكن تعمل بيه حاجات رهيبه. طبعا زي ما قال الاستاذ محمد عمر حسب اتقانك للبرنامج، احنا كل العمليه كلها احنا مش هنكلفك كتير. بس قبل ما اتعرض للاكشن عاوز اتعرض برضو لحاجات اسمها لحاجات في السليكشن
يبقى بالمره احنا خدنا في دخلنا في الاي ار سيشن ده قبل ما نخش في الاكشن. انا بتكلم بسرعه عشان الوقت وعشان يعتبر زي نظام مراجعه كده وبعض الضغوطات الجديده اللي ممكن تستفيد. اول حاجه لو انا ظهرت كل الاي ار اللي موجوده عندي بالطريقه اللي انت شايفها دي، وهجيب مثلا الدايره هنا وهجيب الاستروك هنا وهجيب التكست هنا مثلا، في بعض الناس ما بتشتغل المشاريع بتكتر عليها. طبعا هو منظم، مش هنقول هو مش منظم الشغل، هو حاطط طبعا في جروبات ومظبط كل حاجه و100 100، بس هو في اوبجكت معين موجود هنا هو عاوز يعرفه في اي مكان، فطبعا بيقعد يفتح هو ده او يعمل كليك. واحد يقول لي مثلا يعمل كليك يمين كده ويقول له اسم البرنامج، ما هو في حاجات هو عاملها لير 1 لير 2 لير 3 خلاص مش كاتب بالاسماء والعمليه كتيره، وعنده يطلع في صفحه 50 اوبجكت، هيعمل ايه يعني الراجل؟ طيب في حل؟ في حل. ايه الحل؟ عندي هنا في السلكت عندي حاجه اسمها اوتو سلكت. اوتو سلكت دي طبعا انا بستخدمها مش اوتوماتيك على طول، لان اوتو سلكت ده حاجه اسحب الشغل هيبوظ لي العمليه كلها، انا بستخدمه في التحديد. طيب احنا نقول نسحب الشغل ازاي دلوقتي؟ انا اوتو سلكت هحدد على الدايره، حدد لي على الدايره هنا. خلي بالك هو دلوقتي بيلعب في الجروب. طب يعني ايه بيلعب في الجروب؟ يعني لو انا جيت هنا حددت زي ما احنا برضو عارفين، حددت الثلاثه دول كده وعملت لهم هنا نيو جروب، انا عايز اعمل جروب وحطيت الجروب خلاص. لما اجي احدد هنا حددت على الدايره، حدد على الجروب، بصوا حدد على الجروب. طب انا عاوز الدايره، يبقى اجي هنا واقول له انا عاوز لير. لما احدد فتح لي الجروب وجاب لي اللير، خلاص انا وصلت للجروب. يستحسن ان اقفل الاوتو سيلكشن، انا لو حركت هيتحرك عادي يا جماعه مفيش مشكله، بس يستحسن ان اقفل الاوتو سيلكشن. طيب ده بالنسبه للاوتو سيلكت، يا ريت يكون مفهوم. عاوز المجموعه الشغل عندي كتير، خلاص انا بحدد في الليارات، يبقى في الليارات يبقى هيفتح لي الجروب اللي موجود في الليارات ويجيب لي اللير. طب لو هحدد الجروبات خلاص يبقى ده هو يقول لي في الجروب الفلاني، ده يقول لي في الجروب الاعلاني زي ما احنا شايفين. طيب في حاجه تانية ممكن واحد عاوز يحدد خمس ست حاجات موجوده في المشروع بتاعه وعاوز يعرف ان هو حددهم فعلا. طب الكلام ده يحصل ازاي؟ بيجي هنا في قائمه ويندوز واسف في قائمه فيو، ويجي هنا حاجه اسمها شو، ويجي هنا لاير ايدج، ما اعرفش اسمها لاير ايدج ولا لاير ريال ايه لاير ايه، اسف الواحد ما بيتكلم بسرعه اصلا لسانه بي. ما علينا ما علينا. لو انا حددت على اللير الاول عمل عليه مربع ازرق، عملت كنترول حولت على اللير الثاني عمل مربع عليه ازرق، الخط عمل خلاص، يبقى انا كده عرفت ان انا فعلا محدد الثلاث اوبجكت او الثلاث مشاريع او الثلاث ليارات اللي موجودين قدامي، وبالتالي اقدر احركهم مع بعض. اسف كنترول زد، اقدر احركهم مع بعض. طبعا لو انا عملت لهم الايه الربط بالسلسله اقدر احركهم. خلاص انا كده عرفت ان المشاريع الليارات اللي قدامي دي انا محددها قدامي مفيش مشكله. ده طبعا برضو حاجات ممكن تسهل عليك في الشغل اذا كانت الحاجات او اذا كانت الليارات اللي عندك او الحاجات اللي عندك ده مفيش مشكله. يا ريت يكون الحاجات دي بتستفادوا منها هتفيدكم الشغل. طيب نبدا بقى نيجي لحاجه اسمها الاكشن اللي احنا بنتكلم عنها. طيب نيجي نغفل الحاجات دي كلها كده خلاص او نسيب الاندر جراوند. بالنسبه للاكشن يا جماعه، الاكشن دي بيعمل ايه؟ الاكشن ده طبعا عشان ما يجيبش اخطاء معاك وانت بتعمل اكشن، اول حاجه لازم تكون الفلاتر موجوده في الفوتوشوب، يعني اصلا نازله معاك فوتوشوب، لانك لو جبت فلتر خارجي فلتر خارجي والفلتر الخارجي جيت تشغل الاكشن هو مش موجود، سطبت البرنامج ونسيت تنزل الفلتر هيديك ايرور طبعا. لازم يكون معظم الاوبشن اللي موجوده في البرنامج او اغلب يعني كلها يعني يكون احسن موجوده في البرنامج. الا اذا سطبت انت الفلتر والحاجات اللي انت استخدمتها في الاكشن ده حاجه ثانيه. طيب نقدر نستخدم الاكشن فين؟ عندك مجموعه من الصور،
عاوز تديها مقاس واحد على البرنامج او تديها تأثير واحد على البرنامج وتعمل لها كلها وانت قاعد زي الباشا بتشرب كوباية شاي ولا اي حاجة وتسيب البرنامج يشتغل مع نفسه. ممكن واحد يقول لي ينفع الكلام ده؟ اه. وفي طبعا الناس اللي هي عارفة ان ممكن كل شوية يدي اف 2 او حسب المفتاح اللي ادالي الاكشن ويضغط يضغط يضغط، لا انا ممكن اعمل الحاجات دي كلها واخلي الاكشن يخلص مع نفسه. طيب الكلام ده يحصل ازاي؟ الكلام ده يحصل بالتالي. احنا هنجيبنا هنا، لو قلنا له هنا مثلا قائمة فيو، قلنا له ويندوز، قلنا له اكشن، هلاقي قدامي ده الاكشن اللي جاي مع الويندوز مش محتاجه. عمله دليل طبعا لو حبيت ترجعه اكيد انتوا عارفين. انا طبعا بقول اكيد انتوا عارفين ان هو واخدين الدورة دي اصلا. طيب المفروض مني دلوقتي، ان انا اخش هنا اجيب شوية صور. زي الصور دي مثلا. دي بيجي تاني صورة حلوة من الصورة دي. المهم اجي هنا واقول له فولدر واجي اقول له بيست. طبعا عشان دروش الصور اللي انا ايه شغال عليها، اجيب الصور دي احطها في البرنامج، انزل ورا بعض تمام لحد كده 100 100. انا عندي ال 50 صوره ولا ال 30 صوره ولا الخمس صور الموجودين قدامي دول، عاوز اعمل لهم اكشن، انا هصغر الحجم بتاعه. طبعا لو انا عاوز اكتب نص اكتب نص مفيش مشكله، تعالوا نكتب نص. طب نعمل الاكشن ازاي؟ اول حاجه بنقول احنا عاوزين نعمل اكشن جديد اللي هو قدامي ده ريكوردر ايمج سايز، واقول له مثلا انا عاوز السايز بتاعك هيكون 50 50. اوكي تمام. واقول له هنا هنعمل لك سيف على الديسك توب في فولدر جديد. الفولدر الجديد ده اهو، خش واعمل سيف، حدد الكواليتي بتاعت الصوره واقول له اوكي. وبعد كده اجي هنا واقول له شكرا على مجهودك وقول له كده انا عملت اكشن للصورة. اول حاجة غيرت لها المقاس، تاني حاجة حددت لها المكان اللي هتسيب فيه، تالت حاجة قفلتها. ليه؟ عشان خلاص هو بدل ما يقعد يسيفهم لي ويسيفهم لي تاني في البرنامج، لا يبقى انا اعرف اللي خلصها يقفلها. طيب عاوز اشغل الاكشن ده، قدامك حلين. الحل العادي ان انت تيجي هنا على الاكشن وتقول له انا عاوز اعمل لك شورت قط اكشن اوبشن. فين يا جماعه؟ هتبص معايا، لا حول الله يا رب، نظر ضعف. شفتوا حتى الواحد ضيع عن حاجة. شيء ست اوبشن، لا مش ست اوبشن، يعني اي اكشن اوبشن. انا خلاص محدش مش شايفه ده كله. المهم اف 2 وابدا اضغط اف 2 اف يعني اعملها اف 2 خلاص. تعالى على الصوره دي اف 2 خلاص صح. طب وانا اقعد افرض انا عندي 50 صوره اقعد اعمل اف 2 اف 2؟ لا، يقول لك في حاجه اسمها هنا فايل اوتوميت باتش،
واقول له انا عاوز الست واحد. طبعا الست واحد ده ممكن تبقى انت عامل مجموعه ثلاثه باسمك، ممكن تبقى محمود احمد اي حاجه مش هتفرق، الست واحد ده اللي هو الست واحد ده. الاكشن اللي هو الاكشن واحد، لان ممكن تحت الست واحد يكون عندك اكتر من اكشن، اللي هو الاكشن الواحد. طبعا هيقول لك السورس الفولدر، هقول له لا انا عاوز تعمل في الاوبن فايل. الاوبن فايل يعني في المكان اللي انا جبت لك من الملفات وسيبت لك فيه، مش تعمل في فولدر جديد. يعني لو هو عمل فولدر هيقول لك الفولدر انت سايب في فولدر جديد فين؟ هقول له انا عامل فولدر وعامل كل حاجه، انت هتسيب في المكان اللي انا حددته في الاكشن اللي هو الاوبن فايل. بعد كده اقول له هنا ايه؟ اوكي. ايه اللي حصل؟ هيبدا كل صوره، طبعا الصوره اللي هو عاملها اللي هو بتاعت الليارات ديت اللي موجوده عندي ديت هكنسلها بس. هو سيفها. المهم اللي كان فيها ليارات. هشوف الصوره فيها ليارات وقف عليها. لان طبعا المفروض كان لو فيها ليارات كنت قفلت الليارات اللي فيها والحاجات اللي بتقعد فيها. المهم ان هو عمل لي كل الصور هنا في الفولدر رقم 2 وصغرها لي بالحجم اللي انا عاوز اللي هو 50 في 50. ده بالنسبة للأكشن. تمام؟ تمام. في إيه تاني ممكن؟ كنت عاوز أقول عليه برضه. المهم إن الحلقة دي بقت طويلة أكتر من اللازم، في حاجات كتير والله أنا عاوز أقولها لكم، بس عشان أنا ما بحبش إن الوقت بتاع الفيديو يزيد عن وقت معين، يعني مش عشان الرفع على الانترنت والحاجات ديت، بس عشان يكون المعلومة الوقت صغير وتقدر تراجع مرة واتنين لو حبيت تراجع. طبعا أرجو يا جماعة إن انتوا تكونوا تستفادوا يعني من الحلقة ديت، وأي حاجة إن شاء الله انتوا محتاجينها في البرنامج. أنا أصلا ما بعملش دورات على الدورات يعني تعليمية والحاجات ديت، الا اذا كنت بس انا عملت برامج السيستم والحاجات ديت بتاع القناه بتاعتي. بس انا ما شفت اصراركم ان انتوا عايزين تتعلموا يعني، وان في اصرار في الجروب وروح حلوه بين الفريق. حبيت ان انا اشارككم المعلومات اللي عندي، وان احنا الكل مثلا نرفع مستوى المصممين العرب ان هم يكونوا مثلا زي الاجانب ويفكروا بابداع. وان شاء الله كل اللي في نفسه حاجه يعملها ويوصل. العمليه كلها شويه مجهود وشويه ثقه بالنفس. طبعا كلنا بنكمل بعض. مش معنى ان انا عارف تقنيه معينه انت اكيد عارف حاجه انا مش عارفها، زي ما انتم شايفين تايه في الاكشن اوبشن. ممكن واحد تاني بيقول لي الاكشن اوبشن اهوت انت اتعنيت. ما علينا يعني. المهم يكون في روح حلوه بين الفريق، واي حاجه انتم محتاجينها ان شاء الله. طبعا محدش يعلق على اي غلطه في الشرح والحاجات ديت، انا كنت بتكلم بسرعه الصاروخ، ما اعتقدش ان حد عنده الموهبه دي. المهم اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، في حاله ان عجبكم الفيديو وفي حاله ان انتم كنتوا عاوزين حاجه جديده او استفسار جديد او تقنيه جديده عاوزين تشوفوها، انا ما عنديش مانع. وحتى لو ما عرفتهاش هدور عليها واعرفها وأوسط لكم المعلومة على قد على قد خبرتنا. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.